خلينا نمشي واحنا الى موضوع رياضي قديم جديد، هو تمارين خاصه تعرف لحرق الدهون او ما يعرف بالفانكشنال تريننج. كل التفاصيل مع المدربه الرياضيه مريان بعينو في فقره في الجسم السليم. صباح النور. صباح النور. اهلا وسهلا. ماشي الحال؟ ماشي الحال. برشا اجواء، برشا حاجات. جبنا الحجم كله اليوم على الاستوديو. فسر لنا شو شنيا هو بالضبط ال 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 نسيتها بالفانكشنال. الفانكشنال تريننج امين هو عباره عن استعمال كذا اكويبمنت او اداه رياضيه بقلب التمرين. هو بيجمع بين نحت الجسم وتقويه العضلات، وبذات الوقت بحرق الدهون، لانه كمان بيكون عم نستعمل فيه عضله القلب. نحن بالتالي بس نكون عم نشغل عضله القلب، يعني نحن بنكون عم نحكي عن الكارديو. وهذا مش للمبتدئين اكيد. ام بلا، في المبتدئين. نعم يعني مبتدئين او متقدمين. نحن على طول بنحب ننوه انه ضروري كل فتره وفتره نغير نوع التمارين الرياضيه، لانه الجسم تبعنا بيعمل بلوك او بيوقف، ببطل العضل. اذا اعطينا كميه للعضل بنوع من التمارين الرياضيه لفتره معينه، رح يستوعب هيدا العضل هيدا التمرين، وبالتالي قد ما كنا بقينا عم نعمل، حتى لو كنا عم نزيد ساعات رياضيه، ما رح نلاقي انه جسمنا عم يتغير، رح يضلوا واقف محله. فمشان هيك كرمال نقدر نعمل له هزه للجسم، لازم يعني صدمه، لازم كل فتره وفتره نغير نوع التمارين الرياضيه. يعني هاي مثل تمارين الاحماء مثلا بس قويه اكثر، اذا بدي كبه تمارين لتقويه الكور تبعنا او عضلات المعده والبطن والظهر تبعنا. يلا خلينا نبلش. يلا اكيد. صباح الخير لكل اللي عم يحضرونا. مثل العاده صرتوا معودين، كارول وانا اليوم رح نفرجيكم التمارين. انتم بحاجه اكيد تكون عندكم هيدي الادوات تقوموا فيهم. اول تمرين رح نكون عم نبلش بالكارديو انا وكارول. رح نبتدي من هون. كارول رح تكون عم تركض بين الشابويات القبعات الموجودين على الارض، اما انا مثل ما شايفين في السلم رح نقوم باربع مرات كرمال نربح وقت. فبالتالي اللي عنده سلم بالبيت او عنده اياه هون في يبتدي معنا. بنبلش واحد، مثل ما شفتوا انا عم فوت الاقدام من جوا ومن برا، وكارول عم تركض ما بين القبعة. فبالتالي هون نحن عم نشغل عضلة القلب، الاجرتين لجوا واجرتين لبرا، وبنخلص هون. هذا كان لأول تمرين. رح نبدل أنا وكارول. كارول رح تكون على السلم، كارول رح تكون عم تقفز بين الهول الأصفر مثل ما شايفين البلاستيك الأصفر، وخارجهم يعني من الداخل للخارج من الداخل للخارج. أنا هون تكون عم شغل عضلات المعدة تبعي، رح كون عم بقفز بهالطريقة. هاي الطريقة بتخلق القبعة ما بيخلق السلم. نعم. هاي الطريقة بتسمح فيها القبعة بس ما بيسمح فيها السلم. من هيك نوعتي بين الأدوات. مزبوط. بس حتى هاي الأدوات في الإنسان يبتكرها بالبيت، يعني يحط أشياء ثانية. أكيد. فيك تحطي طربوش، فيك تحط قبعة تونسية. شاشية. قمة الاختراع. توني أنت شاطر فيهم هون. الحاجة قمة الاختراع. لا فيك تحطي اناني مي عن جد. اذا الحاجة ام الاختراع. ام الاختراع. معذور. اوكي مشاهدينا، انت لانك طلعتي على السلم وصلتي على القمة. مشاهدينا مثل ما شفتوا هيدا فيه رمل، اوكي. فبالتالي نحن هول الادوات ليه مهمين؟ يعني فينا ناخذهم معنا وين ما كان، فينا نحطهم بالسيارة، فينا نحطهم بالبيت وين ما كان. كرر حتكون عم تعمل ديد ليفت. مثل ما لاحظتوا بلش يروح النفس، لانه عضلات القلب عم شغلها وعم بوقف. هذا الشيء ما بيسوى اني وقف، بس لانه مضطرين نشرح وعم نجبرك تحكي بذات الوقت. ما بيأثر. يلا رح نبلش. عليت كم؟ أربعة. كفي كارول. خمسة. مثل ما لاحظتوا الظهر مستقيم تبعه الكارول، عم نكون عم نشغل هون نستهدف عضلات الظهر. بس كانك انت وزعتي هالتمارين بينك وبين كارول، مش ممكن شخص واحد يقوم فيها. اكيد اكيد. هيدي هو السيركوت، فينا نكون كذا حدا عم يشتغل من على كل شغله، ونرجع نعمل مداوره على التمارين. كارول رح تشغل المعده بينما انا رح شغل عضلات الارداف. فيك توقفي هون كارول مره. اوكي اكيد في علو منهم لهول الدرجه. ارتفاعات مختلفه. مزبوط، ارتفاعات مختلفه حسب كل شخص قد ايه هو. You jump off and say one. Yeah.
ثلاثة أكيد أنا عم شغل عضلات الأرجل الرباعية والأرداف. كارول بهالطريقة هي عم تشغل عضلات المعدة والخصر. ستة سبعة وثمانية. يعني دايما التمرين الجماعي بيخلق حافز أكيد وحماسة ترفيهي طبعا. نعم التمرين. هلا رح نكون عم نشغل عضلات السواعد الثلاثية أو ما يعرف بالترايسبس. رح نكون نحن بوجه بعض أنا وكارول، أرجل بنكون مدينهم لقدام. من هون مشاهدينا قبضة الإيد بدها تكون ضيقة. من هون ينتبهوا المشاهدين ما بدهم ينزلوا بالحوض، لأنه نحن بدنا نستهدف هيدي المنطقة تنشد الزنود بالأيدي السواعد. من هون ننزل ونعلي لفوق. اثنين ثلاثة، أكيد الكوع بيكون مضبوب لجوا. خمسة ستة سبعة، آخر مرة. من هون نطلع منرتاح. رح كون أنا هلأ مشاهدينا عم بعمل البوش أب. رح تكون كارول حتى الساند بانك باك على الظهرة وعم تعمل لانجز مرة يمين ومرة شمال. هون الشيء كيف فينا نزيد التحدي بالبوش أب، إنه أنا مشاهدينا في يكون حتى الأقدام على البوكس تصعب شوي. هون بتكون شوي للمش مبتدئين للمتقدمين. منقوم بالحركة. وهون طبعا بتكوني عم تشغلي صدرك بذات الوقت. أربعة خمسة ستة وآخر مرة. من هون رح نشغل كفة لأنه تقوية الكور أو عضلات المعدة. رح نكون أنا وكارول بوجه بعض. أهم شيء مشاهدينا ما في يكون أنا حتى ايدي بهيدا الشكل، بهالطريقة أنا بكون عم بأذي الكتاف، فعطولي الطريقة السليمة الأيدي بتكون الدغرة تحت الكتاف. يعني أنا من هون بدي أقرب كتافي، الرأس مستقيم مع الأقدام، من هون رح فوت قدم الشمال وقدم اليمين. اثنين ثلاثة أربعة. كأنك بتاخذي من شريكك طاقة. خمسة أكيد. نعم. ستة سبعة واخر مره. ثمانية. من هون مشاهدينا كارول رح تقوم بالقفز. كارول رح تقوم بالقفز على البوكس. رح كون انا بهذا الوقت عم كمان عم شغل عضلات المعدة. ما بعرف قد ايه كارول بهاللحظة كثير بتحبك. يعني نفسي اسمع شو قلبها بيحكي عنك. ما بعرف. أهم شيء تنتجنب أي انزلاق. أهم شيء مشاهدينا نكون واقفين دغري تحت البوكس، لأنه يعني في عنا خطر إذا أنا كنت من هون وبدي نط عندي خطر اتفشخ لأنه بيكونوا بيزحطوا كثير. مشان هيك أنا أحمي حالي أنا من هون بقوم بالقفز. يعني القفز علوا، القفز صوب العالي. مزبوط. انا مشاهدينا رح كون اخذ وضعيه البلانك. هون رح زيح الايد والقدم وفوت من جوا. اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. واحد اثنين. هلا اذا بدنا نزيده شوي تحدي للتمرين فينا نزيح مع بوش اب. وهون في منافسة مين بينهي تمرينه قبل، انت او كارول؟ كم مرة كارول لازم؟ ثمان. هيك؟ لهون بنكون خلصنا التمارين الرياضية لليوم. في وقت على فكرة 10 دقايق كان. لازم تكفي كارول. لازم تكفي كارول قفل. بدنا تعبوا لنا اياهم وانتم عم تشرحوا لنا. مصرة هبة تحول التمرين لقصاص. هيدا كثير منيح توني ذكرت هيك انه العالم لازم يعرفوا انه التمارين الرياضية هي ابدا منا قصاص. صحيح. هي الواحد لازم يروح ويكون مبسوط هو وعم بيوصل للهدف اللي هو حاطه براسه. هو صراحه امين هيدا اكيد ما بيوافق فيها لانه ما بحب اكيد مش يكون مبسوط يعني. بس ما فينا ما نعترف انه عم نستمتع مع لا هو صراحه بنستمتع اكيد. احنا نتفرج مشاهد. لانه انا بالنسبه لي اذا عملت التمارين هذوما اربع ايام ما نتحركش من الفرد. اربع ايام دائما في اول مره. دائما في اول مره. شكرا لك مريم بالحق تمارين جد مهمه للناس اللي اكيد محبين الرياضه كله حتى مش محبين الرياضه نشجعهم بالتمارين هذوما.